فجلالة الملك اختار أن يوجه الخطاب مباشرة إلى المواطنين ويحملهم المسؤولية بشأن عملية التصويت. الخطاب كان بمثابة خارطة الطريق التي سيأخذ بها يعني تأخذ بها جميع مكونات المجتمع، وخصوصا احنا مقبلين على الاستحقاقات الانتخابية اللي غادي تحدد مفهوم الجهوية الموسعة. المغرب ليس بعيدا عن تهديدات التطرف والإرهاب، عنوان عريض يركز على نقطة أخرى مهمة تضمنها الخطاب الملكي والمتعلقة بجهود المغرب وطنيا ودوليا في محاربة كل أشكال الإرهاب. ما يقدر على أنه كل المغرب مواجهة تحديات خطيرة، وأن الإرهاب مازال متواجد وأنه متربص المغرب، لكنه تحدث بمقابل أنه لا بد من حماية أمن المغرب والمغاربة. في هذه النقطة اعتبر أنه من مسؤوليته أن يقوم بالعمل، وأن المغرب يعني ضبط المسائل الأمنية بشكل كبير في هذا الاتجاه. أن الظروف تفرض بالفعل أن تكون هناك واحد درجة تأهب وطنية لحماية النموذج المغربي وللسهر على استمراره. كان جلالة الملك واضحا أيضا فيما يتعلق بالأمن الروحي والعقدي، والذي يعتبر أنه بالفعل أحد الأسس والقواعد الأساسية لصناعة هذا النموذج المغربي، وهو المذهب المالكي والمذهب السني. خطاب طافح بالرسائل قوامه بناء دولة ديمقراطية، وأساس الديمقراطية يحدده المواطن من خلال المشاركة في الانتخابات والقيام بالخيار الأفضل.